السلام عليكم، تحية كبيرة لكل المنابر الإعلامية اللي جاوا اليوم باش يديروا التغطية لهاد الحفلة ديال هاد المساء اللي إن شاء الله غادي نحيوها مع الجمهور ديال مدينة أكادير والنواحي ديال مدينة أكادير. فرحانين بزاف أنا وفريق العمل ديالي والفرقة الموسيقية، جينا وحضرنا شو اللي غادي يكون إن شاء الله إكسيبسيونيل هاد الليلة. نتمنى إن شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب وأننا نفرحوا الجمهور اللي غادي يجي إن شاء الله يتفرج فينا هاد الليلة. شكرا لإدارة تيميتار على هذه الدعوة، شكرا لسكينة أكادير وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو. بالنسبة للجديد، هو آخر أغنية اللي صدرت من بعد الباشا هي بامبارا، أغنية شبابية صيفية خفيفة، ومازال إن شاء الله كاين أعمال جاية في هذا الصيف إن شاء الله غادي تنزل، وكذلك ابتداء من سبتمبر إن شاء الله غادي يكون. الجولة إن شاء الله غادي يكونوا حفلات بزاف غادي نعلنوا عليهم قريبا، مازال ما عندناش التواريخ مضبوطة بس إن شاء الله قريبا غادي نعلنوا عليهم في انستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي. الفن الأمازيغي هو فن عريق في ميدان.